بعد تجديد قطة أخويا كان ناقص المكتب، وهو بقاله سنين كتيرة موجودة وشكله ما كانش عاجبني، فقررت إن أصمم له مكتب جديد وأظبط له السين بتاع المكان في الأوضة. أعزائي المصممين، إزيكم؟ أنا محمود طلعت، مصمم منتجات، وفي فيديو النهاردة هوريكم إزاي عملت المكتب ده. الخشب اللي هشتغل بيه هو خشب طبيعي وكان موجود عندي، فهيحتاج في البداية ان هو يدخل على مكنة الربو الاول عشان يتمسح، بحيث ان هو السطح بتاعه يكون مستوي. بعد كده هيدخل على مكنة التخانة عشان يظبط السمك بتاع الخشب، بحيث ان انا اقدر احطه في القالب وابدأ ان انا اكمل الخطوات. جبت فرخ MDF 4 ملي عشان اعمل منه القالب، وقطعته على المقاسات اللي انا عاوزها على منشار الصينية بحيث يديني القاعدة والشريط على كل الأطراف، وسعر الفرخ ده كان 65 جنيه. بدأت اني اجمع القالب واستخدمت الشرايط على الأطراف ولزقتها بسيليكون حراري من جوه، ومن بره القالب ضفت شمع زيادة التأكيد عشان تمنع التسريب. الإيبوكسي أو الرايزن بيكون عبارة عن مكونين A و B، واحد منهم بيكون هو المادة الخام والتاني بيكون مصلب. بيكون دايما معاهم مواصفات الخلط، مواصفات الخلط دي بتقول لك نسبة الخلط كام لكام، ودي بتتم على ميزان جرامات. يعني انا مثلا هخلط واحد من مكون الف لواحد من مكون ب، او واحد لتلاتة او واحد لاتنين، حسب كل منتج والمواصفات الفنية ايه بتاعته. الالوان اللي انا استخدمتها هي الوان ميتاليك، في منها نوع بيكون على صورة باودر وبيسمى الوان مايكا. بنقلب كويس جدا واحنا شغالين عشان ما يحصلش اي ترسبات، وبنحاول بقدر الامكان نتجنب الموضوع ده لان هي بتكسر الباترن بتاعة الشكل وبتدينا زي نقط صغيرة في الشكل بعد تمام التصلب. كذلك ممكن اضيف اكتر من لون في حالة المكتب ده، فانا استخدمت اللون التركوازي واللون الاسود. في ملاحظات مهمة قبل ما نبدأ ان احنا نتعامل مع خامات الايبوكسي او الريزن او البوليستر، دايما البس ماسك طبي او ماسك كيماويات اثناء الشغل ده، حاول تكون في مكان جيد التهوية والبس كلافز، لان صحتك اهم ان هي تتعرض لاي مواد سامة او غيره، بالذات لو دي اول مرة انت بتتعامل فيها مع الخامات دي. طبعا قبل الصب بنركب كلبات من كل الاطراف على الخشب، دي بتخليه مضغوط لتحت على القالب بحيث ان الايبوكسي ما ينزلش من تحت الخشب فيهدر معايا بنسبة كبيرة. وبنبدأ ان احنا نصب الخام في القالب وكل الاماكن اللي مفتوحة كذلك من السطح، وبنسيبه في درجة حرارة كويسة ما يقارب الثلاث ايام عشان يكون اتصلب كويس قبل ما نبدأ ان احنا نشتغل عليه. بنقلب بأي خشبة صغيرة بشكل عشوائي عشان الايبوكسي يدينا شكل باترن لطيف واللون ما يترسبش لتحت، وزي ما انتم شايفين الخامة بتكون بتلمع بشكل ممتاز جدا بعد الصب. بعد ما ينشف بنبدأ ان احنا نفك القالب، وضروري اقول لكم تاخدوا بالكم من المرحلة دي لان الايبوكسي اول ما ينشف بيكون حاد جدا وممكن يعور اي حد. وطبعا الـ MDF لو معزول بلزق كان هيكون افضل واسهل في الفك من اللي احنا عملناه ده. المرحلة دي من اكتر المراحل الصعبة والخطيرة لانها بتكون باستخدام الصاروخ. الصاروخ طبعا في اوقات كتير بيبدأ ان هو يفلت من الايد او بيبدأ ان هو ياخد على مساحات واسعة، فضروري جدا واحنا بنستخدم الصاروخ يكون ثابت بقدر امكان، وبنبدأ ان احنا نساوي السطح ونشيل اي زيادة من الخام، وكذلك نخلي الخشب ناعم ونضيف، وغالبا بنستخدم اما صنفرة 36 او 80 في المرحلة دي. بنستخدم الصاروخ اكتر من مرة لمدة ساعة تقريبا او نص ساعة لحد ما نتأكد ان السطح بقى مناسب ومفيش فيه اي مثلا نقر او جزء عالي او غيره. طبعا لو ده ما كانش مكتب او صينية صغيرة كنا هنستخدم الراوتر بحيث ان احنا بنعمل له زي مجرى ويبدأ ان هو يروح ويرجع عليها، وهننزل خلال الايام الجاية فيديو كامل ازاي ان احنا نعمل برضو صينية تقديم من الايبوكسي. بعد ما خلصنا تنظيف الوش قلبنا قرصة المكتب على الظهر عشان نبدأ ان احنا ننظفها، وكان اكتر جزء اخد وقت هو الـ MDF، عشان كده لو حد هيشتغل في مشروع زي ده انصحه ان هو يعمل عازل من البلاستيك، ممكن يكون مشمع او غيره، لانه هيسهل عليه في عملية التنظيف وهيوفر معاه وقت كتير جدا.
الخطوة دي ممكن الناس تشوفها مش ضرورية، لكن احنا ادينا سكينة معجون ابيض بحيث واحنا شغالين في الصنفرة نتأكد ان السطح كله مستوي ما فيهوش اي نقر او خرام صغيرة. اننا نربق الصينية ده احنا احتاجنا ان احنا نعمله بالمنشار العادي في البيت، نظرا لان ورش كتير بتخاف ان هي تدخل الايبوكسي او البوليستر على الكساتير بتاعتها لان هو بيكسرها، او ان هما بيكونوا مثلا مستخدمين صفيحة منشار صينية مثلا، او الصفيحة دي مثلا ما تكونش مسنونة، فده طبعا هيكسر معاهم الايه الصفايح والكساتير دي. في المرحلة دي هيبان اهمية طبقة المعجون اللي احنا ضفناها، لانه هيكون في نقط كتير موجودة في الشكل، ودي هتبان على شكل زي نقط بيضة كده حوالين الخشب. فكان ضروري جدا ان احنا نمشي بالصاروخ برضو بصنفرة خشنة سواء 36 او 80 على السطح، بحيث ان احنا نحاول بقدر الامكان ان الخشب ينزل مستوى بسيط على الثيكنس مثلا بتاع النقر دي، بحيث ان هي تختفي والسطح معانا يكون في النهاية مستقيم ومستوي. كان صعب اصنفر المكتب كله لوحدي، فخليت ابن عمي يساعدني فيها خطوة بخطوة، والمرحلة دي اساسية بنبدأ ان احنا نستخدم فيها الصنفرة بالتدريج من اول 100 وصولا لحد 320، بعدها بنبدأ ان احنا نستخدم الصنفرة الـ1500 عشان تدينا سطح ناعم جدا، واول باول ضروري ان احنا نستخدم قماشة او فوط عشان ننظف السطح بعد كل وش صنفرة عشان يشيل الغبار الصغير ده لانه بيأثر طبعا على النعومة بتاعة السطح. علشان نوصل لنعومة كبيرة جدا في السطح فكنا محتاجين لصنفرة 5020 ألف، وطبعا لان درجات الصنفرة دي مش موجودة في مصر وهي اللي بتخلي اصلا سطح الايبوكسي ناعم، فاحنا استخدمنا الصنفرة الـ1500 لكن ضفنا عليها مية، وفي نفس الوقت ادانا نتيجة كويسة جدا وفوق الممتازة في الفينش بتاعنا. عشان اعمل القاعدة بتاعة المكتب رحت الحداد واخترت قوايم 3 سنتي في 3 سنتي، بعد كده اديته المقاسات بتاعة المكتب، بعد كده بدأ ان هو يقطع الشرايح على المقاسات الاساسية، وبعد كده جه بالصاروخ وعمل زاوية 45 من كل الاطراف بحيث ان هو يقدر ان هو يلحم الاجزاء دي. انا طبعا قلت له ان هو يسيب اماكن لتلات اخرام جوه المربعات دي لان هي دي اللي احنا هنبدأ ان احنا نربط فيها القرصة بتاعة المكتب اللي احنا عملناها في القاعدة اللي احنا كنا شغالين عليها، وبعد كده بدأ ان هو يجمع الشكل ويلحم كل الاجزاء الاساسية. المرحلة دي كانت بسيطة وما كلفتش كتير جدا، لان طبعا احنا كنا رايحين عارفين الخامة وعارفين الراجل هيعمل ايه بالظبط، وفي نفس الوقت ما خدتش اكتر من تلت ساعة. بعد ما جبنا القوايم بتاعة المكتب من عند الحداد بدأنا ان احنا ناخد دليل عشان نبدأ ان احنا نخرم في ظهر المكتب، بحيث ان دي الاماكن اللي هيركب فيها المسامير الخاصة بالتجميع، وبدأنا نعمل كده على كل الزوايا بحيث ان احنا يكون موجود معايا 4 اطراف ماسكين القواعد في القرصة بتاعة المكتب. لكن بعد تجربة مسامير التجميع في الحقيقة ما كانتش ماسكة القاعدة في القرصة بشكل كويس جدا، والمكتب كان بيترج، وده كان مسبب مشكلة كبيرة جدا، فاحنا استبدلناها في النهاية بمسامير 10 سنتي صامولة عملي اكتر، وفي نفس الوقت ثبت المكتب بقدر كبير جدا، وهو ده اخر حاجة استقرينا عليها في التجميع بتاع المكتب. ده شكل المكتب بعد ما اتجمع وقبل المرحلة الاخيرة ما ياخد الوش النهائي بتاع الفينش. بعد ما جمعنا الترابيزة الحمد لله جه وقت اخر مرحلة في الفينيش، وهي اضافة الدانش اويل. الدانش اويل بشكل بسيط بيكون عبارة عن خامة زيتية بتضاف على الاسطح بالذات يعني الخشب المدموج بالايبوكسي، تبدأ ان هي تديله لمعان بسيط. في طبعا اكتر من تكنيك تاني ان احنا نعمل الموضوع ده، ممكن ان احنا نستخدم ورنيش مثلا، نضيف مثلا طبقة ورنيش رش، او ممكن ان احنا نستخدم طبقة صب حر من ايبوكسي مثلا شفاف ما نضيفش عليه اي الوان، كلهم هيدونا نتائج متقاربة جدا في الفينش بتاع المكتب. بعد كده هبدأ ان انا افضي السين اللي موجود عند اخويا في الاوضة واشيل كل الاجزاء دي، وابدأ ان انا اضيف المكتب الجديد وابدأ ان انا احط عليه كل الايه الاجزاء النهائية.
هبدأ أخرم في الحيطة عشان أركب مسمار بفيشر، وده هيكون عشان يتعلق عليه برواز صغير فيبدأ إن هو ينطق السين في الأوضة شوية. ده شكل السين في النهاية. أنا مبسوط جدا بالنتيجة اللي اتحول عليها، شكل المكتب أو شكل السيت اب القديم بتاع أخويا اتحول للشكل ده. وفي النهاية أعزائي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش إن انتوا تشتركوا في القناة وتدونا ثامز اب، ولو عندكم أي كومنت عن أي مرحلة ممكن إن انتوا تسيبوه لنا في الكومنتس.